خاطر شيء. ملاحظات العبد الفقير إلى الله محاكيكم هو أول من يقع فيه. في خاطري شيء، حنا كويسين بس إذا نقدر نصير أحسن ليش لا؟ في خاطري شيء. حياكم الله. يمكن اليوم ما صار الأمي هو اللي ما يقرأ ولا يكتب، لا، صار الأمي اللي ما يتعاطى مع الإنترنت، وبالتالي كل واحد صار عنده إيميل يرسل منه ويستقبل رسائل من الأهل والأصدقاء والزملاء. لكن بما أن الإيميل هو صندوق بريد شخصي وهو طبعا شيء جديد علينا، بالتأكيد أنه إحنا ما نتعاطى معه وفقا لثقافة راسخة أو إيجابية، لأنها شغلة جديدة بطبيعة الحال. من الثقافة السلبية في موضوع الإيميل أنك تلقى إيميلك مصفوف مع 200 إيميل قدام خلق الله كلهم، ومرسله شخص ممكن تكون تعرفه وممكن ما تعرفه. الإيميل يا جماعة الخير مثل رقم الجوال أو تليفون البيت، هو عنوان شخصي. إذا تبي ترسل لي مع مجموعة من الناس، مفروض أن حضرتك تحط إيميلي وإيميلات الناس مخفية. لما تجي ترسل إيميل حتلقى ثلاث خانات، خانة تو يعني إلى الشخص اللي بترسل له إذا أنت بترسل رسالة شخصية، وفي خانة اسمها سي سي يعني صورة ظاهرة للناس، وفي شيء اسمه بي سي سي يعني صورة مخفية. لو حطيت الإيميلات بي سي سي حتوصلني نسخة من الإيميل بدون ما حد يشوف إيميلي. كمان لما تقرر ترسل إيميل للناس حاول تراعي اهتماماته، يعني واحد أستاذ جامعة تخصصه في الكيمياء ما راح يكون مهتم بطبيعة الحال بإيميل عن وفاة أو انتحار ضب في الصمان، إلا إذا كان هالأستاذ طير بر. العنوان في الإيميل كمان يعني عنوان رسالتك قصة مهمة، حاول أنك تبتعد عن العناوين العامة مثل مهم جدا جدا جدا، لا يفوتك، أهم إيميل في حياتك، خير إن شاء الله. حدد الموضوع، وصفه بدقة علشان تساعد الناس أنهم يستثمرون أوقاتهم، لأن الناس ترى مش ملزمين بأنهم يقضون أوقاتهم عشان يقرون إيميلاتنا اللي نرسلها إذا هم يبون. كمان من مجانبة اللطف أننا نرسل 10 إيميلات في اليوم لشخص واحد أو لمجموعة أشخاص إذا ما كانت تتعلق بعمل. وأخيرا مفروض أن نكون واثقين أنه إلزامنا الناس أنهم يقرؤون إيميلاتنا أو أنهم يبعثونها ويعيدون إرسالها للي يعرفونه ما له أصل، حتى لو كنا نبعث قصص دينية، لو بنرسل إن شاء الله القرآن كامل بالإيميل، من اللي يعطينا الحق أننا نلزم الناس بشيء الله ما ألزمهم فيه؟ إذا كنت بالخير للناس لا تنفرهم فيه بأسلوبك اللي تجبرهم وتلزمهم فيه. سلامتكم. في خاطري شيء. ملاحظات العبد الفقير إلى الله محاكيكم هو أول من يقع فيه. في خاطري شيء، حنا كويسين بس إذا نقدر نصير أحسن ليش لا؟ في خاطري شيء.